ما معنى قدس الله سره؟ التقديس التطهير. هذه الأشياء الجديدة التي تنقل عن شيخ الإسلام تيمية، عدة اصطلاحات دخلت على شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، قدس الله سره شيخ الإسلام الثالث مثلا، ينقل عن معاوية خال المؤمنين، أشياء غريبة لا نوافق عليها، أنه ما قيل عن ابن عمر خال المؤمنين، وما وسيقال عن أبي سفيان جد المؤمنين، وما قيل عن عمر جد المؤمنين وهو زوج حفصة رضي الله عنها. فالذي اتبع على عهد الصحابة أفضل من الذي اتبع بعد ذلك. قدس الله سره، كل هذه الأشياء ما كانت على عهد الرسول، ولا الألفاظ دي ما أتت إلا من عند المتأخرين. وإن كنا قد نجد لها تخريجا، لكن خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.